تحول هاي الاوتبوت اوف ذا 3 فيز كنترول ريكتيفاير، فولي كنترول ريكتيفاير. ولما هذه تصير فولي كنترول راح اصير اخر الفايرنج تبع الويف فورمز اللي هون، فراح نيجي نقول هاي راح نضل نعلم عليها هون 60، هي 60 طبعا بالنسبه لار ماينس اس. تصير عندي هذا الشكل، يعني هون تاخرت بمقدار الزاويه والزاويه اللي تاخرت فيها هي الفا ديجريز، ونفس الشيء هذا طبعا راح يتاخر بنفس الطريقه. تصير هيك هذا يتاخر بنفس الطريقه. هلا شكله لما نطلع عليه مش مباشره واضح انه هو نزل الافرج فولتج، مزبوط مش واضح تماما، بس انا نثبت انه تغيير في الفا، يعني انا اللي بدي اثبته انه البلوك هذا لما اصير استخدم الثري فيز ريكتيفاير كبلوك راح اصير انا ادخله من هون الزاويه الفا، والفا بتغيير الفا طبعا الفا اقل قيمه لها راح تكون 60 تاخير من هون، مينيمم 60 مينيمم 60 ديجريز بالنسبه لار ماينس اس، 60 بالنسبة لـ R ماينس S أو 30 بالنسبة لـ R. وراح يدخل عندي هون الـ 3 فيز الـ RST وراح يطلع معي هون VDC output. هذا الـ VDC output حيكون function of alpha. طبعاً function of Vmax طبعاً تبعت هذا اللي موجود هون. احنا بدنا نفرج الآن إنه أنا كل ما غيرت الزاوية هذه الفا كل ما أخرت من هون راح يصير ينخفض هذا الأفرج ويرتفع هذا الأفرج. حتى نعمل هيك بدنا نرجع نعمل نفس الشيء بس حدود التكامل رح تتغير. احنا قلنا في افريج بتساوي كانت في الحاله السابقه لما كان حش عندي فاري تايجر كانت باي مع 3 2 باي مع 3 مضبوط، وكان عندي هون ضربنا ب 6 لانه عندي هون 6 قطع وقسمنا على 2 باي ضربنا بجذر الثلاثه لانه في ماكس هي في ماكس تبعت الفيز فولتج مش اللاين فولتج، وبعدين ضربنا بساين ثيتا كملنا هون ساين ثيتا دي ثيتا. الان اللي راح يختلف معي انا بدل ما اخذ باي على ثلاثه اخرت بمقدار معين مضبوط؟ قد ما اخرت هون شو صار كمان هون عندي؟ صار في كمان تاخير، يعني القطعه هاي هلا بطلت من 60 ل 120 شو صارت؟ صارت 60 زائد الفا مش هاي نقطه 60 وهذا الطول الفا، اذا صارت هاي متاخذه عن هاي 60 زائد الفا. وهاي النقطة تأخرت قديش؟ 120 زائد الفا، يعني ضفت لها الفا ضفت لهذه هون الفا وهذه الفا، فالتغير الوحيد راح يصير عندي هون راح تصير هاي بلس الفا وراح تصير هاي ماشي. واضح التغيير اللي صار عندي؟ كل اللي عملته أخرت الحد الأول بمقدار الفا وتبعا لذلك تأخر الحد الثاني بمقدار الفا، لأن هدول حيضلوا ست قطع. هدول في كل 2 باي في كل سايكل راح يضل عندي هون ست قطع. R ماينس S R minus T, S minus T, S minus R, T minus R, T minus S، وبعدين برجع مره ثانيه R minus S. بما انها 360 درجه هم دائما ست قطع، اذا كل واحد منهم لازم دائما طولها قديش يكون؟ 60 درجه. الفرق بين هذا وهذا دائما 60 درجه. لاني لما بطرح هذول الاثنين من بعض الفا بتلغي مع الفا، و2 باي على 3 ماينس باي على 3 بتعطيني باي على 3، باي على 3 قديش بالديجريز؟ 60 درجه. اذا عندي هون انا باخذ هلا هاي بدي اعمل بس غيرنا حدود التكامل من هون، اذا كل الخطوات السابقه بقدر اضل ماشي فيها بنفس الطريقه، 6 على 2 راح يصير عندي 3 على باي، جذر الثلاثه في ماكس بقدر اطلعه من برا، وفي الداخل بضل عندي ساين ثيتا اللي لما نكملها بتصير ماينس كوساين ثيتا، والحدود هي باي على 3 زائد الفا و2 باي 3 زائد الفا. هلا رح احتاج شيء لانه هون عندي كوساين زاويتين، كوساين A زائد B مش هيك؟ متذكرين هاد؟ خلينا نطلع على المعادلة. كوساين A زائد B متذكرين شو بيساوي؟ كوساين A كوساين بي ماينس ساين بي ساين بي. هذا راح احتاجهم راح اعوض هلا كوساين محل ثيتا ايش راح اعوض؟ راح اعوض هذا الترم وراح اعوض هذا الترم مضبوط؟ اذا راح يصير عندي هلا هون الفي افريج راح يساوي هذول
بقدر اسويهم مره ثلاثه جذر الثلاثه على باي في ماكس. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هذول التو كوانتيتيز اللي موجودين هون. التو كوانتيتيز هذول الكوانتيتي الاولى راح تكون ماينس كوساين 2 باي على 3 زائد 3 والثانية راح تكون ماينس كوساين باي على 3 زائد هلا عندي كوساين 2 باي على 3 طبقت اللي موجود هون راح يصير عندي كوساين اين كوساين 2 باي على 3 ايش احنا قلنا؟ ماينس فراح يصير عندي هلا هون 3 جذر الثلاثة على باي في ماكس هون في الداخل اول شيء عندي هون ماينس وبعدين هلا هاي راح اعوض محلها كوساين اي كوساين بي ماينس ساين اي ساين بي كوساين 2 باي على 3 بدنا راح يكون ناقص نص مش هيك؟ كوساين الفا ناقص بعدين راح يصير عندي هذا ساين 2 باي على 3 اللي هي قديش؟ اللي هي 0.866 مضبوط 0.866 وهاي راح تكون ساين راح يكون بوزيتيف هون في الحاله هاي ساين الفا الاشاره مضبوطه نتاكد الاشاره مضبوطه الاشاره هون مضبوطه هون مضبوطه هون مضبوطه صفة الان كلها موجوده في الماينس هذا اللي موجود هون بعدين في عندي ماينس ثاني ماينس هذا بعدين راح افتح القوس هذا من هون وعندي هون ماينس 0.866 وعندي هلا هون 0.866 لا نستنى كوساين 60 قديش نص كمان وراح يكون عندي هون كوساين كمان الفا مش هيك ماينس هلا بنتبه على الاشاره الاشارات خلينا اشوف انا كان ممكن اني اوصل الاشاره هذه ماينس هذه ماينس ماينس بقدر اقلب هذول التنتين مضبوط فبتصير عندي هذه بلس وهي بتختفي الاشاره بصير عندي هلا 0.5 كوساين الفا بعدين عندي في ماينس هون وهلا راح يكون عندي ساين اللي هي هلا 0.866 ساين هلا خليني اتاكد من الاشارات لانه اظن في شيء غلط في الاشاره لازم هذول يلغوا بعض ليش الغلط كان هنا؟ ايش سبب ما سبب؟ ما تدخل الهاي لا تمام دكتور هل السالب عندي مشترك تطلع برا الموجب؟ هاي راح تصير بوزيتيف كلها مشترك رح تجمع معها هاي راح تصير بوزيتيف بوزيتيف كله هاي ماينس هون صحيح اذا هذا ممكن الغي راح يصير هذا بلس وهذا بلس اذا هذا بشبط مع هذا صار عندي 0.5 و 0.5 مضروب في كوساين الفا 0.5 و 0.5 رح يصير واحد رح تصير النتيجه النهائيه يعني بس زاد عليه كوساين الفا بس زاد عليه كوساين الفا صحيح ولما تكون الفا زيرو ايش بصير كوساين زيرو؟ واحد فبترجع لوين؟ ترجع للحاله الكامله اللي كانت اصلا كوساين 90 زيرو زيرو راح تنتهي اذا لما بتوصل هذا زيرو بصير الافرج تبع هاي الويف فورم زيرو اوكي ماشي واضحه؟